تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين مع عرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل اليوم إطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. استمرت نمو الأسهم الأمريكية في يوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي، حيث تعزز الدولار الأمريكي مع مؤشر الدولار الأمريكي مقياس تعزز الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية 6 مرتفع بمقدار 0.3%. أضاف مؤشر SP 500 1.0% مع دعم نمو أسعار النفط لشركات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية. صدرت في يوم الجمعة إحصائيات سلبية لسوق العمل، والتي زادت ثقة المستهلكين من عدم قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في هذا العام. في الثلاثاء توسعت مكاسب سوق الأسهم الأوروبية، حيث نما مؤشر الأوروبي ستوك يوروب 600 لليوم الثالث على التوالي مزرا اليوم زيادة ب 0.6% عقب صدور تقرير سوق العمل في يوم الجمعة. ارتفع مؤشر داكس الألماني بمقدار 0.9% على الرغم من ضعف تقرير الطلبيات المصانع، مشيرا إلى تراجع طلبيات التصنيع في ألمانيا بمقدار 1.8% في شهر أغسطس. تراجع مؤشر نيكي في يوم الأربعاء بمقدار 1% مع جانب المستثمرين للأرباح عقب 6 جلسات متتالية. كما تأثر مزاج السوق بضعف طلبيات شراء الآلات. أما في يوم الخميس فقد بلغت أسعار النفط البرنت الخام إلى أعلى ارتفاع أسبوع بمقدار 12% منذ شهر مارس 2009، حيث بلغ 53.80 دولار. اليوم ارتفع الذهب بأعلى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع صدور تقرير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في البارحة، مظهرا انتظار صناع القرار لإشارات إضافية لاستعداد الاقتصاد الأمريكي لرفع سعر أسعار الفائدة. زاد مؤشر نيكي في يوم الجمعة بشكل أقل من المؤشرات الأسهم الأخرى بسبب تقرير الضعيف من شركة مبيعات التجربة فاست ريتيلز، حيث تراجعت أسهمها بحوالي 10% مستلزما كافة القطاع. ارتفع سعر النفط بسبب تراجع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق للأسبوع السادس على التوالي بإجمالي 605. جاءت توقعات مصارف جولدن سينجز للإنتاج النفط الأمريكي بالتراجع في نصف الثاني من عام 2015 بمقدار 255 ألف برميل في اليوم بالمقارنة مع 9.3 مليون برميل في اليوم في شهر يونيو. نزع في هذا الأسبوع بالانتباه إلى الميزان التجاري في الصين الذي سيصدر في يوم الثلاثاء. سيصدر مؤشر سعر المستهلك الأمريكي في يوم الخميس، وفي يوم الجمعة خطاب رئيس بنك اليابان. الخلفية الأساسية لمنطقة آسيا في السياسة التي تجعلها بنك اليابان وإحصائيات من الصين، كلا العاملين يملكان تأثيرا قويا على المؤشرات والعملات، ما قد يغير من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة. تحتفظ منطقة آسيا بالنمو الاقتصادي العالمي، ويبدو أنها أقرب شريك التجاري للولايات المتحدة. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Market. طاب توقيتكم وإلى اللقاء.